على مدى 3 أعوام متتالية تلقت 70 متدربة من ريف مديرية دوعن برامج دبلوم تخصصي تحت إشراف مكتب الصحة والتربية بساحل حضرموت، وحصلت المتدربات على دورات متقدمة في مجالات اللغة العربية والرياضيات وقابلات المجتمع لتسد بذلك الاحتياجات في مجال تعليم الفتاة والتمريض العام. مديريتين كانت عندنا اشكاليات فيها في جانب قابلات المجتمع، هي مديريه دوعن ومديريه غيل بن يمين. خرجت دوعن من عنق الزجاجه واصبحت عندها 23 قابله من بنات هذه المديريه، سوف يغيرون مؤشرات كبيره جدا في هذا القطاع ويقدمون خدمه من خلال كادر نسائي من ابناء المديريه يساهموا بشكل كبير في تقليل وفيات الامهات وفيات الاطفال. تتويج رسمي ومجتمعي حظيت به الفتيات بعد رحلة علمية شكلت رافدا أساسيا لمديرية دوعن، وفي احتفالية تخرجهن الذي شهدت تفاعلا كبيرا وتخللتها فقرات فنية وثقافية حملت معها رسائل توعوية بأهمية تعليم الفتاة والدور الفاعل الذي تلعبه المرأة بشكل عام في المجتمع وتقديمها كشريكة في التنمية والبناء. تعلمنا الكثير من دورة قابلات المجتمع بدوعن، تعلمنا كيف ننقذ حياة الأمهات، كيف نتصرف مع الحالات الطارئة، تعلمنا كيف نصل ونقدم رعاية حوامل الأم وللطفل. بصفتنا كلنا الخريجات بنسد الحاجة اللي كانت يعني نقص في المعلمات بالنسبة لدوعن. سيشكل هذا الدبلوم نقلة نوعية على صعيد تعليم الفتاة في المنطقة ورافدا لسوق العمل بالكفاءات المؤهلة وتخفيف المعاناة على كاهل الأسر الريفية في مجالي التعليم، كما سيقدم نموذجا فاعلا يحتذى به للجيل القادم. حداد مساعد، قناة بلقيس، من مديرية دوعن حضرموت.